رح نكمل اليوم المحاضرة الأخيرة اللي هي تفضي الأندردام كيس اللي أصعب كيس من الثلاث كيسز. الفاليوز اللي أنا أخذتها أخذتها القيم تبعت M و B و K. رح ناخذ الأندردام كيس والأندردام كيس المفروض يكون فيها B سكوير أقل من 4KM. M اللي هي الماس، K اللي هي الستيفنس تبع السبرينج، و B اللي هي الدامبينج كوفيشنت. رح نضل نفس الشيء، رح ندخل الفورس تساوي U of T step function، unit step function وحدتها نيوتنز من هون. رح اخلي الماس تساوي 1 كيلوغرام، ما غيرنا عليها شيء. رح نغير الستيفنس، رح اعمل بالحاله هاي الستيفنس 10 عشان بس الارقام تصير اسهل شوي، انا غيرت شوي الارقام السابقه. وراح اعمل بي بتساوي 2، نذكر حالنا بيونتس مترز بير سكند، واحد نيوتنز متر ماينتي كيلوغرام، اذا 1 و2 و10. حتى نقدر نحل هذه هون رح تتعقد الامور عندنا شوي. كنا احنا بنحتاج باللابلاس ترانسفورم، احتاجنا الرام، اللابلاس ترانسفورم تبع الرام، واحتاجنا اللابلاس ترانسفورم تبع الستيب، واحتاجنا التايم اللي هو الشيفت في الفريكونسي دومين اللي اعطانا ماينس اي تي في التايم دومين. يعني بلخص هذول مره ثانيه، يو اوف تي اعطتني 1 على اس، تي يو اوف تي اعطتنا 1 على اس سكوير، وبعدين قلنا اي تو ذا ماينس اي تي في يو اوف تي اللي هي اكسبوننشال ديكاي اكسبوننشال في التايم دومين اعطاني 1 على اس بلس. هذول هم الثلاثة اللي احتجناهم لحد الآن، ما احتجنا شيء ثاني. هلا المشكلة هون راح تصير عندي، راح يطلع معي بالشكل التالي، راح يطلع معي اس على اس سكوير بلس اوميجا سكوير، راح يطلع معي اوميجا على اس سكوير بلس اوميجا سكوير، وهذول ما بقدر ارجعهم، ما بقدرش احللهم للاشكال الموجودة هون. لو انها فرق بين مربعين، لو انها اس سكوير ماينس اوميجا سكوير، شو كان بقدر اعمل فيها؟ بحلل اس ماينس اوميجا واس بلس اوميجا، بس هون بقدرش احللها بهذا الشكل. فهون لازم ارجع لللابلاس ترانسفورم بيرز. هلا اذا بتطلعوا عندكم في الكتاب، اخر شيء في الكتاب، ما بعرف صورناه ولا لا، اذا ما صورناه بدكم تحاولوا تحصلوا على نسخه منه. اللي عنده الكتاب كامل سوفت كوبي راح يلاقيها، اللي هي في صفحة 373، ما بعرف إذا موجودة عندكم بالتصوير كمان بوصفها. طيب معلش، هذا يمكن أنا ما انتبهتش على هاي، لأن ما أعطيتوش أنا الأبندكس الصور. فبده يكون هي في هون لابلاس ترانسفورم تيرز، هي في التيبل اللي موجودة هون، موجود فيها هذول. بس إحنا بشكل عام، أنا كل ما احتجنا واحد قدمت لكم إياه، ها؟ اللي احتجناهم لحد هلا ذكرناهم. هلا هذول بصير عندي، بصير عندي هون كوساين أوميجا تي هنا. فاذا بدي انا احل، لما يطلع معي الشكل هذا بدي احاول احطه بهذا الشكل حتى اقدر احل واكمل واطلع الجواب. طيب خلينا هلا نشوف، اذا نفس الشيء رح نتبع العمليه نفسها اللي كانت موجوده هنا. هلا عندي هي هذول القيم كي، اذا صارت عندي هون الترانسفير فانكشن في الحاله هاي رح تساوي 1 على اس سكوير زائد 2 اس زائد 10، هاي ترانسفير فانكشن جديدة. اف اوف اس طلعت نفس الشيء، يو اوف تي 1 على اس، اذا اكس اوف اس شو بتساوي زي دائما؟ 1 على اس مضروبه في 1 على اس سكوير زائد 2 اس زائد 10. هلا شو المشكله عندي هون باس سكوير زائد 2 اس زائد 10؟ شو كنا احنا نعمل دائما في هذا المقام اللي تحت؟ كنا نحلله، مش هيك؟ المشكله عندي هون ما بتزبطش بعدين اللي نعمل. ليش؟ لأن الروتس هون ايماجينري، مظبوط؟ ما فيش عندي ريل روتس. عارفين لو كنتوا تحلوا البارابولا، لو عندي بارابولا هيك، وين الجذور تبعتها؟ هذا وهذا، مش هيك؟ ديستينكت وريل، رقم حقيقي يعني 5 أو 4 أو 3. طيب لما البارابولا ارتفعت عن الخط وصارت هيك، وين الجذور صارت عندي؟ جذر واحد، هم جذرين مكررين، هو جذر واحد بس هم جذرين مكررين، اه؟ اللي هي اي حاله هاي بتنطبق على اي حاله هون؟ لما يسوي هي حاله الكريتيكال دام، وهاي لما كان عندي جذرين ريل كان ينطبق على اي حاله؟ الاو
عارفين ان شو صار عندنا هون لما صاروا هدول بطلوا ريل؟ اختفوا. صارت البارابولا فوق. وين الحل؟ وين تتقاطع البارابولا مع اللاين هذا؟ ما فيش ريل، ما في ريل فعلا. الحل شو راح يكون؟ ايماجينري. شو لازم استعمل اذا بدي احله واطلع هذا؟ الاي مش هيك؟ اللي هو جذر ناقص واحد. احنا ما راح نستعمل هون، راح نحطها انا بالاشكال هذه اللي موجوده هون، حطها بركم واحد، بس هاي حتى انتم تفهموها شو اللي صار عندنا، ايش الحاله اللي صارت عندنا. هذه هون بي سكوير اكبر من 4 كي ام، هذه هون بي سكوير بتساوي 4 كي ام، هذه هون بي سكوير اصغر من 4 كي ام، ما فيش عندي ريل، ما في حد، ما في جذر هون، هذا راح احله، ما بقدرش اطلع جذور لهي الكميه، فما بقدر اعمل بارشل فراكشن اكسبانشن، بقدرش بدي اضطر اخلي هاي زي ما هي. طيب، متذكرين هلا بالبارشل فراكشن اكسبانشن كيف بعمل هاي بحددها؟ x of s هلا بالبارشل فراكشن اكسبانشن شو بتصير؟ واحد على s سهله مش هيك؟ بنحط a على s زي ما كنا نعمل قبل. لكن هاي ما بقدر احللها، شو بدي اضطر اعمل؟ بخليها s سكوير زائد 2s زائد 10. شو بدي احط هلا فوق؟ تمام في s زائد c، اذا ماخذينها هي جاي ماخذين كان يفهمني بالرياضيات اللي اخذتوها بالتحليل اخذتوها؟ اذا عندي هون بي اس زائد سي. هلا نفس الشيء زي ما حكيت لكم قبل هيك، بتحب تحلها بالريزيجو الطريقه اللي فرجيتك اياها بالريزيجو حلها، بتحب تحلها بالسيمتينس ايكويشنز، انتوا عارف كيف كنتوا تحلوا؟ سيمتينس ايكويشنز مش هيك؟ انا راح احلها بالريزيجو حر، انت زي ما بدك تحلها بالطريقه اللي بدك اياها. هلا هذه عندي بتساوي 1 على اس اس سكوير زائد 2 اس زائد 10. اضرب الطرفين في اس اس سكوير زائد 2 اس زائد 10، راح يصير عندي على جهه في 1 يساوي، لما بضرب هذه A في هاي راح يصير عندي A S سكوير زائد 2S زائد 10 زائد، لما بضرب هلا هذا هون راح يصير عندي S BS سكوير مضبوط زائد CS مضبوط. المعادله هيك واضحه؟ هلا ايش ممكن اعوض هون حتى اتخلص من هاي؟ لو حطيت S 0 شو بيختفي عندي؟ بي يو سي هذا بيختفي وهذا بيختفي، هذول بصيروا زيرو بس بضل عندي 10 عشان بصير عندي 10 ايه بتساوي 1. اذا ست اس بتساوي زيرو بتعطيني ايه بتساوي 10 مضبوط. واضحه هاي كيف اجت؟ انا صرت افتش على الفاليوز اللي بحطها اللي بتخلصني من بعضهم وبتخلي لي بعضهم من هون. طيب شو ممكن هلا اعمل حتى الاقي اللي بعده؟ لاحظوا لو اشتقيت هلا بالنسبه لاس شو بضل عندي هون؟ سي سي فيش فيها اس وهاي بتصير 2 بي اس، وقتها لو عوضت اس 0 بقدر اتخلص من البي. اذا الخطوه اللي بعدها ديفرنشيت وذ ريسبكت تو اس بعطيني الواحد اشتقتها بالنسبه لاس قديش؟ 0 وعندي هون راح يصير 2 اس زائد 2 2 مش هيك؟ زائد هون راح يصير عندي 2 بي اس زائد سي زائد سي. هلا ايه انا عارف قيمتها وبقدر اتخلص من دي بدي اعوض اس قديش؟ زيرو زيرو. اذا ست اس ايكوال تو زيرو اند نوينج انه ايه بتساوي 10 بصير عندي زيرو بيساوي عندي اس بتساوي زيرو هذا بتصير 2 اي 2 بس هي قديش قيمتها؟ 9.1 هذه 0 وهي عندها سي. اذا سي شو بتساوي؟ ماينس ماينس 0.2. شو ضل عندي اخر شيء هلا ممكن اعوض؟ بتحب مثلا ممكن ترجع هون تعوض اس بتساوي 1 لو رجعنا هون او رجعنا هون عوض ما اس بتساوي 1 في هاي المعادله. بدك تشتق بتقدر تكمل وتشتق كمان مره زي ما بدك. لو اشتقينا مره ثانيه شو بصير عندي؟ شو بصير بسي؟ تختفي. بضل عندي هون 2b زائد 2a بتساوي 0 مش هيك؟ دكتور طب مش السي طلعت معي؟ ما بقول بصير 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 زي ما بدك بصير يعني. انا بس اعطيك فكره ثانيه، مرات في الحالات اللي هذا بدك تكمل اشتقاق الاعلى او بدك تعوض سي وعوض اي. تعوض سي وعوض اي بصير عندي 0 بتساوي، خلينا نعوض مثلا اس 1 بصير عندي 2 في 1 2 زائد 2 4 4 a زائد اس 1 هون بصير عندي 2 b زائد سي. احنا عارفين قيم A و C بنقدر نطلع بي دي مش هيك؟ بصير عندي 0 بتساوي A هي 0.1 بصير عندي 0.4 زائد 2 B و C ماينس 0.2 0.4 ماينس 0.2 رح تعطيني 0.2
2.2 عندي هنا تعمل 0 minus 0.2 بصير عندي 2b بيساوي minus 0.2 minus 0.3 بيساوي minus 0.1 صار عندك يا b و b و c مظبوط مش هيك خلصنا partial fraction expansion اذا x و s برجع مره ثانيه بتساوي a على s اللي هي 0.1 على s او 1 على 10 s ناقص لانهم الاثنين ناقص ال b ناقص وال c ناقص مش هيك ناقص ناقص بطلع ناقص برا بصير عندي اذا بنحط بنحط مثلا 0.1s زائد 0.2 مش هيك 0.1 زائد 0.2 والناقص طلعت لبرا من هون وعندي هون بضل s سكوير زائد 2s زائد 10 بتحب نطلع ال 0.1 كلها برا سهل مش بقدر اطلع 0.1 لبرا من هون 0.1 طبعا هذا كله وبعدين رح يطلع بوينت 1 بقدر اطلع على برا مظبوط؟ قررنا باقي عندي هنا بوينت 1 شو عندي؟ 1 على اس ناقص اس زائد 2 على اس سكوير زائد 2 اس زائد 10 طيب هلا لو بدي اعمل انفرس لابلاس ترانسفورم كيف بدي اشتغل؟ الواحد على اس اللي هي انفرس لابلاس ترانسفورم سهلة هي هي يوقف مش هيك ما في مشكلة هي ما في هون عندي الصعوبة هلا هذا الشكل من هون اس سكوير زائد 2 اس زائد 10 شو بقدر اعمل فيها؟ بدي احاول احلل بدي احاول احولها لشكل احنا من الاشكال اللي احنا بنعرفها بنسميها كومبليتينج ذا سكوير خلينا نطلع على هذه اس سكوير زائد 2 اس اس سكوير زائد 2 اس شو بدها حتى تصير مربع على 4 2 اس لك لا 1 مش هيك؟ يعني هاي بامكاني خلينا نحطها هون على فراغ على جنب عشان تشوف كيف حولناها اس سكوير زائد 2s زائد 10 شو بتساوي؟ بتساوي s سكوير زائد 2s زائد 1 زائد 9 s سكوير زائد 2s زائد 1 كيف ممكن احللها؟ بقدر احللها؟ شو صارت؟ s زائد 1 s زائد 1 تربيع مضبوط؟ وال 9 عباره عن ايش؟ 3 تربيع طلع هذا الشكل طلع هذا الشكل بينهم مش بيشبههم؟ بس ايش الاختلاف في اس؟ ليش عاملين احنا على اس؟ زي الشفت الشفت احنا الشفت بنعرف نتعامل معه مضبوط؟ اذا عندي شفت بقدر اتعامل معه. واضحه هاي النقطه؟ صعبه شوي بس هي اللي عم نعمله عم نحول لشكل احنا بنعرفه حتى احطه بشكل بيشبه لابلاس ترانسفورم، نعم. دكتور بس ترجع هاي لعند بوينت 1 ليش تعمل مشكله بوينت 1؟ طلعنا بوينت 1 لبرا بس انا شو عملت؟ هاي 1 على 10 مضبوط؟ هاي بوينت 1 خلاص هلا هاي عندي بوينت 1 وبوينت 2 مضبوط؟ إذا طلعت البوينت 1 برا شو ضل عندي؟ اس طلع البوينت 2 برا شو ضل عندي؟ 2 مضبوط؟ اوكي عشان بس اسهل الارقام خلص طلعت البوينت 1 كلها برا فصارت هاي اس زائد 2 اسهل اسهل نتعامل معها ماشي؟ الكل فاهم هاي النقطة اللي هو كيف حولنا؟ أنا ما غيرت شيء أنا بس حطيتها بشكل ثاني هلا هاي لو أنا بسطتها جرب بسطها هاي كيف بعملها اكسبانشن اس زائد 1 شو بتصير؟ بتصير اس تربيع زائد 1 اس زائد 1 اس زائد 1 مضبوط زائد 3 تربيع بتصير 9 اذا هاي بتصير اس سكوير زائد 2 اس زائد 10 مش هاي نفس هاي ما غيرنا شيء بس ليش حطيتها بهذا الشكل؟ عشان اطلع من انفرس لابلاس ترانسفورم عم بجهزها بشكل مناسب اذا هاي هلا من هون خلينا نشوف كيف ممكن نحولها اذا حطيتها هون اس اذا تحت عندي اس بلس 1 شو لازم يكون في فوق كمان؟ يعني الشفت على اس وين ما كانت بده يصير مضبوط؟ إذا شوفوا هاي كيف ممكن أحطها؟ ممكن أحطها بالشكل هذا بوينت 1 جوا بضل عندي 1 على اس ناقص هاي شوفوا ايش رح أعمل فيها؟ رح أحطها اس بلس 1 بلس 1 مضبوط مش بصير؟ يعني هاي بتصير اس بلس 1 بلس 1 وتحت عندي اس بلس 1 تربيع زائد 3 تربيع هذه عندي اس بلس 1 مش بقدر أفصلها لحال وواحد لحال يعني لو أنا عندي a زائد b على c سكوير زائد d سكوير مش هاي بتساوي a على c سكوير زائد d سكوير زائد b على c سكوير زائد d سكوير مظبوطة هاي؟ إذا أنا بقدر أفصل ال s بلس 1 لحال على بسطة على مقامها والواحد لحال على مقامها ما فيش مشكلة إذا بقدر آخذ هذا الشكل اللي موجود هون وأفصله بالشكل اللي بقدر. رح تضلها بوينت 1 برا اذا x اوف s رح تساوي بوينت 1 برا جوا عندي 1 على s ناقص رح تصير هذه s بلس 1 على
اس بلس 1 تربيع زائد 3 تربيع. شو يزيد عندي هلا؟ واحد. اذا عندي هون 1 على اس بلس 1 تربيع زائد 3 تربيع. طلعوا على الشكل الاول، الشكل الاول بيشبه شيء هناك؟ بيشبه ايه؟ بيشبه اس على اس سكوير زائد اوميجا سكوير، بس الاختلاف انه في عندي شكل، اذا بقدر اتعامل معه. طب اطلعوا على الثاني مين بيشبه؟ فيش في اس فوق. دكتور 3 على ثلاثة. تمام انا بدي امشي معهم بس شوي شوي. اذا الثاني شو بيشبه؟ بيشبه هذا الشكل مش هيك؟ الاوميجا على فكره كونستنت مضبوط؟ بس في شغله ناقصه. ما دام هاي ثلاثة ايش لازم اعمل هاي؟ ثلاثة. كيف بدي اعملها ثلاثة بس بقول ما اغير شو بقدر؟ بقدر اضرب الشيء بثلاثة واقسمه على ثلاثة؟ اي شيء بضربه في ثلاثة واقسمه على ثلاثة يعني ما غيرته مش هيك؟ يعني السؤال بقدر اضرب بثلاثة هون واقسم على ثلاثة هون طبعا هذا بتكون ما تغيرت مضبوط ضربته في ثلاثة قسمته على ثلاثة بس ايش الهدف كان اني اضربه على ثلاثة؟ شو صار يشبه؟ صار يشبه هذا الشكل الموجود ماشي واضح؟ هاي يمكن اصعب نقطة من هذه اذا بتفضل عليها سهلة ما في مشكلة انا حولتهم بشكل طبعا اذا نتبع على شكل المواد انه عندي هذا ماينس هذا كان لازم يكون ماينس مش هيك؟ لانه الماينس بتتوزع على التين. طيب خلينا هلا نعمل اذا الانفرس لابلاس ترانسفورم صار اكس اوف تي شو بيساوي؟ خلي البوينت 1 برا تفضل وخلي اليو اوف تي برا جوا شو بصير عندي؟ يلا انتوا اعطوني 1 على اس شو بتصير؟ اليو اوف تي اصلا عندي برا فبتصير هون عندي 1 مش هيك؟ 3 اوف تي. طيب ناقص شيء وناقص شيء هذا الشكل شو بيشبه؟ هي كوساين اوميجا تي، اوميجا قديش قيمتها هون؟ ثلاثة اذا كوساين اوميجا تي هذا شو بيشبه؟ بدون التلت بدون التلت شو بيشبه؟ الساين اذا هذا ساين ثلاثة تي بس ايش ما لازم انسى؟ على ثلاثة ضربتهم التلت على ثلاثة هي حالتنا اذا الجواب شو رح يكون مجموع؟ في عندنا ايش نسيناه؟ الشيفت الشيفت هذا واحد والشيفت هذا واحد معناها هذول الاثنين بايش لازم ينضربوا؟ اي تو ذا ماينس واحد تي مش هيك؟ اللي هي اي تو ذا ماينس تي اذا هون خليني بس ازيد افضي مسافه شوي اي تو ذا ماينس تي وخلينا اطلعها كلها برا اذا صار عندي اي تو ذا ماينس تي مضروب فيها طيب خلينا نطلع على كل شيء اي تو ذا ماينس تي شو بصير فيها لما تزيد تي؟ بعد فترة طويلة جدا شو بصير قيمتها؟ بصير صفر، إذا بعد فترة طويلة جدا شو راح يصير عندي؟ واحد في بوينت 1، من وين اجت البوينت 1؟ مين اللي سأل السؤال المرة الماضية؟ منين جبنا البوينت 1؟ شو ايش؟ الكي تمام، واحد على كي، يعني في النهاية بعد فترة طويلة جدا راح يضغط الفورس الزبرك واحد نيوتن على كي قيمتها 10 راح تعطيني بوينت 1 اوف متر في سبيس يعني هذه الماس اللي احنا طلعنا عليها بعد ما يهدى الوضع تماما راح تكون زاحف عن وضعها الاصلي بمقدار قديش؟ بوينت 1 اوف متر دكتور نعم كل حساباتنا طبعا تقريبا بتعطيك النسبه يعني انه هاي طلعت على كي يعني كل ايش واحد صحيح صحيح ستدي ستيت طيب شو الاسم اللي في راسي انا خلص سؤال ممتاز مين يجاوب؟ ممتاز سؤالك ايش اسمك؟ عدي شوفوا عدي واضح شو عدي بيقول وانت خلقنا وخلقنا ودخلنا لابلاس ترانسفورم ورجعنا لابلاس ترانسفورم واحنا في النهايه عارفين انه القيمه النهائيه اللي راح نوصل لها هي نفسها في الحالات الثلاثه مضبوط؟ نوصلها ايش اللي بدنا نعرفه؟ الهيفر تاع السيستم اللي هو؟ الهيفر دايناميك ريسبونس ممتاز كلامك ممتاز لو انا مش مهتم غير بالستيدي ستيت هذا بنسميه اللي انت حكيت عنه ستيدي ستيت، ستيدي ستيت يعني على ايش بهدف في النهايه؟ ما بهمني كله هذا وفي على فكره طرق راح تشوفها اني احسب ستيدي ستيت بدون ما ادخل في الترانزيت بس انا مشكلتي لما انت دخلت على صاحب المصنع شو حكى لك؟ ايش قال صاحب السيستم؟ شو حكى؟ شو كانت مشكلته بالسيستم؟ انه ما بده مثلا يرتفع بسرعه تمام اذا هو مهتم بالترانزيت، مين راح يحكي لي الترانزيت هو هذا الجزء؟ انا مضبوط عم بقول لك انه بروح هناك بس في فتره هذه مشكله هاي اول مثلا 10 ثواني هذه مشكله عم بعاني فيها، لانه بصير عندي اوفر شوت وبصير عندي الرايس وهو بليد السيستم او بطيء او سريع مش هيك؟ اذا هذه لما نرسمها هلا راح نشوف هي دخلنا عليها الفورس والريسبونس صار هلا مضبوط بعد فتره طويله جدا شو صار؟ السيستمز الثلاثه بالاندر دام والاوفر دام والكريتيكال دام وين وقفوا؟ وقفوا على ستيدي ستيت باد اللاين بس انا الترانزيت مهم عندي لو الترانزيت مش مهم عندي خلص ما في مشكله بس الترانزيت انا مهم عندي لانه هون انا خربطت السيستم مش هيك الاوفر شو صار مشكله تخيل عندك ذراع روبوت ذراع روبوت انت رحت صممته وحسبت كل الحسابات اللي احنا حسبناها هون يعني جبت الماس هاي
وجبت الزاويه اللي بدي اتحركها وجبت الاكسلريشن وكل هاي حسبت وعملت حسابات زي هيك. وهذا الروبوت شوف شو صار يعمل لما انت تحركه وتعطيه ستيب فانكشن بدي يتحرك مقدار 30 درجه يعمل هيك بعدين يعمل هيك بعدين ارد اعطيه يعمل هيك وهيك شو عمل بيعمل هلا. هذا يمكن يكون مشكله يمكن مش مشكله. تخيل لو هذا الروبوت مثلا عماله هو بده عمليه جراحيه مش فيها لا صار عمليات جراحيه عن طريق البعد هلا هذا بده يتحرك بهذا الشكل هلا يمكن هاي مشكله عندك يمكن ما تكونش مشكله يمكن اذا كانت مشكله هذا بدي اخفف هذا الموتور شو بده يصير او اذا الرايز تايم مشكله بدي احسن الرايز تايم. كثير من شغلنا هلا لما نيجي نتقدم شوي في الماده نصير نحكي عن الرايز تايم تبع هذا السيستم الاوفر شوت تبعه السيتلينج تايم قديش باخذ حتى يهدى على الكيل النهائي ما يضلش يعمل هيك. يعني تخيلوا كان ممكن سيستم شو يعمل هذا الموضوع يتحرك هيك وبعدين يعمل هيك او يتحرك بسرعه او يتحرك بسرعه بالضبط يتحرك بسرعه شديده مثلا. هذا كل هاي الاشياء بتعتمد على المساله اللي عندك شو المشكله اللي عندك. الطلعه هاي المناقشه اللي حكيناها هي اساس علم الكنترول هي مشكله الكنترول الاساسيه كيف انا اوازن ما بين الرايز تايم الاوفر شوت السيتلينج تايم والستيدي ستيت ايرور. الستيدي ستيت ايرور رح تشوفه بعد فتره في احيانا ما بيهدى على النقطه نفسها بالضبط بكون في خطا بينها بنسميه ستيدي ستيت ايرور. اذا هذا سؤال ممتاز كويس تسال هذا السؤال لازم تسال الاسئله زي هاي عشان انت تفهم وتستفيد. ماشي واضح الريسبونس. هلا لما نيجي نرسمه هذا راح نلاقي فيه له هذا الريسبونس. هلا شوف في شغله مهمه اللي لها علاقه بي تو ذا ماينس تي. لو جيت رسمت هذا وحطيت عليه انفلوب خليني ارسمه بشكل اوضح من هذا. هاي الفورس اللي دخلت عندي على السيستم خليني انزلها شوي لتحت. هاي ستيب فانكشن تبعت الفورس اللي دخلت على السيستم وهي الريسبونس اللي صار. طبعا هو في عشر بس انا راح اعمل العشر وراح احط لهم نفس القيمه هو راح يكون 0.1. لو جيت اطلعت على هذا السيستم راح تلاقي انه كانه في عليه انفلوب شو شكل هذا الكيرف اللي حاصله الازرق؟ من وين اجى هذا؟ هذا اي تو ذا ماينس تي هو اللي عماله بيعمل ديكي بضعف هذا الريسبونس الترانزنت ريسبونس اللي موجود. اذا هاي هذا المعامل تي هون هو عباره عن الديكي اللي بيصير هون. طيب والفريكونسي هاي من وين جاي؟ الساين الساين كولابس. اوكي هذه هون الثلاثه والثلاثه معامل تي هون جوا عند الساين والكوساين هو اللي بيعطيني هذا الشكل. والديكي هذا على ايش بيعتمد؟ على معامل تي هون. واضحه هاي النقطه؟ اذا بصير في عندي ديكي من هذا السيستم، هذا ما كنا نشوفه في السيستمز هذوك، ما كنا نشوفه في الكريتيكال دامب والاوفر دامب. لكن صرنا نشوفه امتى صار؟ لما صار السيستم اندر تاب. ماشي في اسئله عن هاي؟ اوكي راح اوقف الفيديو هون اذا هيك بنكون